بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لازلنا في التذكير في الوعد والوعيد، وقلنا في آخر ما قلنا لابد لكل واحد منا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى نتحقق بأن نكون من أهل هذه الأمة وفي خيريتها. وذكرنا أن سيدنا عمر رضي الله عنه وهو على فراش النزع رأى شابا فوعظه وقال له: يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، وهو في شدة الألم. سبحان الله، قال هذا الغلام: جزاك الله عن الإسلام خير الجزاء. يعني حتى في تلك الحالة ما تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك سيدنا علي كان يقول لسيدنا عمر وهو مكفن وفي المصلى، يعني لما حطوا له يصلوا عليه جنازة، قال: والله ما أريد أن ألقى الله بعمل أو بعمل رجل إلا بعمل كعمله. سيدنا علي يتمنى أن يلقى الله بمثل عمل عمر رضي الله عنهما. لقد كفنت سعادة الإسلام في أكفان عمر، هذا القول المأثور عن سيدنا علي. لقد كفنت سعادة الإسلام في أكفان عمر. الشاهد في القصة أن سيدنا عمر حتى في الوقت الحرج ما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لنا: من رأى منكم منكرا فليغيره، أولا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث في صحيح مسلم. فأي إيمان يبقى إذا إنسان لا يستطيع أن ينكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه؟ مصيبة المصائب أنه حتى بقلبه ما عاد ينكر، لأنه تعود أن يرى الأخطاء، تعود أن يرى المنكر، فما عاد يأثر فيه، حتى ولو بقلبه ما عاد يستطيع أن ينكر. وهون تقع المشكلة. طيب، إذا دعونا إلى الله، كل واحد منا داعي إلى الله، كيف يدعو؟ الله سبحانه وتعالى قال لنا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا مقيد، يعني الدعوة لا تكون بالصوت العالي، والدعوة لا تكون بالغضب، والدعوة لا تكون. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا رأيت أي شيء خلي يكون في عندك ابتسامة قبل أن تبدأ بالنصح. هذه الابتسامة تدخل إلى قلب الإنسان اللي بدك تنصحه، فبالتالي يسمع منك النصيحة. امدحه بكلمة قبل أن تعطيه يعني ما تريد أن تخاطبه به من نهي عن منكر أو أمر بالمعروف. نحن واجبنا أي واحد منا أن يعني مع الناس أن نرحم الناس، أن نشفق على الناس. ربي سبحانه وتعالى أكرمك أن تكون ملتزما مصليا صائما. إذا نظرت إلى إنسان لا يصلي ولا يصوم، لا ترى هذا الإنسان كأنه حشرة، لا ترى هذا الإنسان كأنه لا، انظر إليه بعين الشفقة والرحمة. الطبيب عندما يعالج المريض، ربما المريض أحيانا شتم الطبيب، فيتبسم الطبيب ويكمل ما بدأ به، لأنه يعرف أنه هذا الإنسان مريض. وأنت لما بدك تدعو إلى الله بدك تشوف إنسان البعيد عن الله إنسان مريض، لو كان غير مريض لكان تقرب إلى الله، فتدعوه بالشفقة بالرحمة. يعني المشكلة أنه اللي عم بيصلي بيصلي في المسجد وهو ما دخله بخارج المسجد، الناس يتهالكون وأنت تصلي في المسجد ثم ترجع إلى بيتك، حتى في بيتك ما تعرف ما يحصل ولا يهمك ما يحصل في البيت.
لماذا نبقى يعني والمعاصي طمت وعمت؟ الآن تنظر إلى خارج المكان اللي أنت فيه بتشوف اختلفت الدنيا كثيرا، فهل تبقى؟ يعني كنت في مؤتمر من المؤتمرات فقلت لهم يا جماعة عم يسألوا عن الحل وأمام جمع كبير من العلماء، قلت لهم الحل أن نخرج من مساجدنا إلى الناس. كان الشيوخ في الزمن السابق يأتي إليهم المريدون يتعلمون العلم، وإذا تأخر عن مجيئه كان الشيخ لا يقبله، يمنعه من طلب العلم. ها كان أدب العلم، إذا ما صلى خلف الإمام بالركعة الأولى إذا جاء بالركعة الثانية كان يقول له اليوم ما في مجلس علم، وكان الطالب العلم يتمسك بالشيخ ويتمسك بالعلم، دخيلك يا شيخ ما تبعدني. الآن قلت له نحن المطلوب منا أن نخرج إلى الشباب إلى الناس، ما أن يأتي الشباب إلينا، الشباب ما بقيتوا إلينا، بدك أنت تفتش على الشاب، بدك تروح أنت تكلمه، بدك تروح أنت تخاطبه، تفتش وين؟ اختلف الوضع، اختلف المفاهيم، اختلفت عند الناس. كان الشيوخ يؤدبون المريدين تأديب أي تأديب، الآن لا، يا مرحبا يا أهلا وسهلا ويا عيني ويا راسي تعال تفضل، بس ما عاد في هذا الكلام اللي كان موجود عند الشيوخ، ولكن كان يربوا تربي، يطلع المريد مربى. الآن لا، تغيرت الأحوال، فنحن علينا أن نخرج إليهم، واجبنا أن نأتي بالأسلوب كما قلنا في الآية، فبما رحمة من الله لنت لهم، احفظها هذه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، من أنا ومن أنت أمام الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فمن باب أولى أن نتعاطى مع الناس بلطف، نتعاطى مع الناس بلين، هكذا يكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى أخرج من صلب الوليد ابن المغيرة خالد ابن الوليد الذي قاد 100 معركة، بأي سبب؟ كيف تعاطى معه النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إليه؟ رمت مكة إليكم بفلذات أكبادها، قال له أنا بأسلم ولكن أشترط، شو بتشترط؟ أن يغفر الله لي ما سبق. فقال له أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله يا خالد، بلطف مع ابتسامة، جعلوا سيف الله المسلول بابتسامة وبكلمة لطيفة، قال له أنت قتلت وعملت وهلأ جاي بدك تتوب إلى الله، روح. هذا أسلوبنا نحن وليس أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام. أعرف أحد الأشخاص كان يعني في طريق منحرف، ثم جاء والتزم في المسجد وصار من أهل قيام الليل وأهل التهجد، ومر عليه 3-4 سنوات على هذه الحال وهو مستقيم. عم بتحدث أنا وبعض الأشخاص، قلت له والله سبحان الله، ربي سبحانه وتعالى أكرم هذا الإنسان، تحول من حال إلى حال، أنا فرحان بما رأيت من هذا الإنسان. قال لي هلا هذا الإنسان صار يصلي قيام ليل وأنا بعرفه من 4-5 سنين، وبدأ يتكلم. قلت له يا أخي طيب، يعني شو المانع إنسان كان وصار؟ قلت له سيدنا عمر شو كان قبل؟ كان أشد الناس على المسلمين، شو صار؟ لو أن شاة في العراق عثرت لخفت أن يسألني الله عنها، لما لم تعبد لها الطريقة يا عمر؟ هيك صار. شو اللي حوله؟ الإيمان يحول، الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب يتحول الإنسان من حال إلى حال. ما تقول هذا كان؟ الصحابة كانوا قبل أنه ما يصحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، كيف صاروا؟ أدباء، حكماء، علماء، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء، هذا حال الصحابة، نجوم تضيء على أهل الأرض، ولكن كانوا قبل ذلك ما كانوا هيك، نسأل الله اللطف. فمن صلب يخرج الحي من الميت، الوليد ابن المغيرة كان أشد الناس على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأشد الناس عداوة، طلع خالد ابن الوليد، خالد اللي قبل بلاء حسن والفتوحات كانت على ايد خالد، ويكفينا شرف معركة اليرموك اللي 36,000 من المسلمين قابلوا 240,000 من الروم،
وببركة هذا الدين وبفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم بحنكة خالد انتصر 36,000 على 240,000، ومعركة اليرموك معركة مشهودة بخططه الحربية اللي فكر واشتغل مع هذا الإيمان. ولما عزل سيدنا خالد بعد كل الانتصار قالوا له كيف بيعزلك؟ قال إني أقاتل من أجل ربي عمر لا من أجل عمر. سيدنا عمر عزله لأنه شاف الناس تعلقت بخالد حتى كادوا يشوفوا أنه الفتح حيكون من إيده، لا، الفتح بيد الله سبحانه وتعالى. فتغير الحال، خاض كل المعارك، الصحابة كثر الذين خرجوا من آباء مشركين وكانوا أعداء، وهذا كان بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام في أحد أو في الطائف، عندما قال جاءه ملك الجبال يريد أن يطبق الأخشبين جبلي مكة عليهم، فقال بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. هذا يعني عطاء من الله سبحانه وتعالى. حتى بمعركة اليرموك، وقصة معروفة، الجرحى الذين أصيبوا بالجراح البالغة، وجاء الساقي حتى يسقي الماء للجريح، والجريح لما بيكون جريح ويخسر من الدماء يحتاج إلى الماء، فسمع أنينا فقال اذهب إلى صاحبي لعله أحوج مني إلى الماء. فلما وصل إلى الثاني قال اذهب إلى صاحبي، سمع صوتا آخر، واحد اثنان ثلاثة، فلما وصل للأخير وجده قد مات، رجع للثاني وجده مات، رجع للأول وجده قد مات. هذا الإيثار في محبة الصحابة بين بعضهم البعض. هل عندنا هذا الإيثار في زماننا الآن؟ كيف حالنا لما كانوا بهذا الإيثار وصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا الدعوة إلى الله كيف، يعني تخيلوا فتح مكة كان بالسنة السابعة للهجرة، قبل منها 13 سنة في مكة وسبعة 20 سنة، 20 سنة وصل عدد المسلمين من المقاتلين 10,000 ذهب بهم إلى مكة. لما قال ماذا ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، نحن بنعرف شو طينتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، رغم كل اللي فعلوا. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه الكلمة خلال 17 يوما، قبل أن يخرج 18 يوم جلس في مكة قبل أن يخرج إلى هوازن أو إلى حنين، اسمين لنفس المعركة، كم زاد عدد المسلمين؟ كانوا 10,000 في 20 سنة، في 18 يوم صاروا 12,000، زادوا 20% ب 18 يوم. ما هو السبب؟ تعامل النبي اللطيف ودعاهم إلى الله بأخلاقه قبل أن يدعوهم بلسانه. الآن أنت بدك تدعي إنسان إلى المسجد، إذا شافك غضوب وبذيء اللسان وتكذب وتفعل وكذا كيف يأتي معك إلى المسجد؟ ولكن إذا شاف أخلاقك، كنا في أندونيسيا، أندونيسيا 260 مليون مسلم، 260 مليون مسلم كان آخر إحصاء لما كنا في المؤتمر، كيف دخلوا في الإسلام؟ 9 من تجار اليمن من تريم بأخلاقهم الحسنة، لا قتال ولا ضرب ولا شيء، لما شافوا أخلاقهم الحسنة هذول 9 كانوا سبب في دخول أندونيسيا الوثنية إلى الإسلام، ومثل أندونيسيا ماليزيا ومثل ماليزيا الفلبين وهكذا، دخل الإسلام إليهم دون قتال، ولكن دخل الإسلام بالأخلاق. ما هي أخلاقنا الآن نحن كمسلمين حتى يتأسى بنا الغير؟ ما أقول غير المسلمين، أنا أقول المسلمين البعيدين عن الله، ما هي الأخلاق التي تجلب هذا الإنسان إلى بيت الله أو تجلبه إلى طاعة الله؟ أخلاقك كيف؟ تعاملك كيف؟ وسيدنا النبي جمل لنا الدين بكلمتين، قال الدين المعاملة. وحقيقة عبادتك لنفسك، عبادتي لنفسي، طاعتك وصلاتك وصيامك وحجك وزكاتك لك،
ولكن معاملتك مع الناس هذا هو المسؤول عنه. يا رسول الله، فلانة تصلي وتصوم وتزكي وتتصدق لكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار مباشرة. فلانة يعني صلي فرضها وصوم خمسة وهكذا، صوم شهرها، ما عندها كثير عبادات ولكنها تحسن إلى جيرانها، هي في الجنة، هي في الجنة. أبسط من هيك وأكثر من هيك، دخلت امرأة النار بسبب ماذا؟ في هرة، ودخلت امرأة الجنة في كلب، هرة حبستها وكلب سقته. شوفوا المعاملة كيف، ليست مع البشر فقط، حتى مع البهائم. الله سبحانه وتعالى يثمر لك هذا العمل، وربما وجدته في صحيفتك كأمثال الجبال من الحسنات. فكيف إذا أنت ربي سبحانه وتعالى أكرمك أن تأتي بصديقك، أن تأتي بجارك إلى المسجد، لأن يهدي، مثل ما قال سيدنا النبي لسيدنا علي: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. فماذا نفعل نحن؟ سبحان الله. أبو سفيان ابن الحارث هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، مش أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان ابن الحارث هو ابن عم النبي، صاحب النبي 40 سنة في مكة، وكان صديق النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، وبدأ يحاربه، وبدأ يتكلم عليه، وبدأ يهجه بالأشعار، وكان شاعر، وكان الشعر في ذلك الوقت أحد من السيف. بدأ يحاربه، من وقت ما دخل نبئ النبي عليه الصلاة والسلام في سن 40 إلى فتح مكة، قبيل فتح مكة، يعني 20 سنة. بعد 20 سنة قال له عمه: انتبه العباس، قال له: إذا تمكن منك محمد ولو كان ابن عمك أنت أذيت وفعلت كذا، اذهب فاسترضيه. فجاء أبو سفيان ومعه ولديه، وصل إلى خيمة النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل مكة، فيقول له عم العباس: جئتك بمن يحبك يا رسول الله. من؟ فدخل مين؟ أبو سفيان الذي آذى النبي 20 سنة. طلع في سيدنا النبي: هذا هو الذي يحبني؟ فالنبي بده يعلم درس، حتى مع أن النبي قلبه صلى الله عليه وسلم يملأ العالم، فقال: لا أريده. فخرج أبو سفيان وفك وتد الخيمة وربط نفسه وولديه بالوتد، قال: لا أفك نفسي حتى يرضى عني ابن عمي. فطلع النبي عليه السلام، فك وتد الخيمة وقال: سامحتك يا أبا سفيان، أنا خلص ما في شيء. 20 سنة راحوا. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد أيام إلى حنين، فكان يرى رجلا ملثما يمسك بدابة النبي عليه الصلاة والسلام، يقع مرة ويقوم مرة ويدافع عن رسول الله. فيسأل النبي سيدنا العباس: يا عباس يا عمه، من هذا الذي يدافع عني؟ فقال: هو ابن عمك أبي سفيان. لماذا تفعل هذا يا أبا سفيان؟ قال: حتى ترضى عني يا ابن العم. فرفع يده يقول: اللهم إني راض عنه فارض عنه، مباشرة. رغم أنه كان النبي بده يأدبه أنه ماذا فعلت أنت في 20 سنة للإسلام، ولكن موقف واحد سيدنا النبي محى كل شيء، وصار من خلص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بأعمال بسيطة يا جماعة تستطيع كل واحد منا أن يمتلك القلوب: إن لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوها بأخلاقكم. أنت ما بتستطيع تعطي كل الناس، حتى لو بدك تتصدق يا أخي وما معك تتصدق، وجاءك الفقير اتلطف فيه، اتلطف فيه. في بعض الناس كلامه شديد على الناس. تخيل مرة جاي واحد بده يسأل سؤال، فظنوا هذا اللي عم يسأله أنه بده يستعطي، قال له: روح من هون، روح اشتغل. قال له: الحمد لله أنا أغنى منك، أنا جاي أسألك سؤال. فحصل صغر هذا الإنسان الذي تعاطى معه بهذه الطريقة، قال له: أنا جاي أسأل،
ما جاي استعطي، أنا أغنى منك مالا، فليش عم نتسرع مباشرة؟ ما بدك تعطي، وأما السائلة فلا تنهر باللطف. والله أحيانا بيكون الوضع صعب يعني، وبيوقفوا برا كذا بالابتسامة حتى مع الفقير، ليش لا، ابتسم له، وإذا قال لك أنا كذا الله ييسر أمرك ويجبر خاطرك ويعطيك ويكرمك من فضله، وإذا كان مريض الله يشفيك بشفائه. هذه الكلمة بالنسبة لهذا الإنسان الذي يقف أحيانا تعمل عمله أكثر من المال الذي ستدفعه. فهذا المطلوب منا جميعا، كل واحد منا داعي إلى الله، أول أمر هذا مطلوب، خاصة الآن في رمضان في ناس يعني كل البعد. طيب أنت ماذا تفعل مع جارك، مع أخيك، مع ابنك، مع صديقك، مع الموظف اللي بيشتغل معك؟ هذا المطلوب منا أيها الإخوة. فإذا كنا دعاة إلى الله، وما تقول هذا يعني والله الشيخ وقلوا لحي وقلوا لفي، لا لا لا، كل واحد منا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ذكرناها، تأمرون بالمعروف كل الأمة وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ليه؟ لأنه بعد النبي ما في نبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، فصار كل واحد من أمة النبي داعي إلى الله، وإذا تركنا الدعوة ما عاد يمشي الإسلام. لكم سنة إلى الأمام؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم ثم يدعو صالحكم فلا يستجاب له. هذا حديثنا اليوم، هذا لحاله بده تفسير. نحن وصلنا إلى هذا الحال، والذي يحصل بالأمة العربية كلها والإسلامية هو سبب هذا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.